انجاز كبير للفريق، هيكلمنا عنه الاستاذ خالد بيومي رئيس بعثه نادي هوكي الشرقيه وامين الصندوق اللي موجود معانا دلوقتي عبر التليفون. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير، صباح البطوله، صباح الخير يا مصر. مبارك لكم على الفوز باللقب، ألف مبروك. طيب احنا يعني كان عندنا بطولة وكالعادة برعتم في الأداء، عايز أعرف بقى كنتوا بتنافسوا ازاي، مين اللي كان عندكم في صعوبة معاه، احكي لنا كده الأمور كانت ماشية ازاي في البطولة. أولا أصحاب الإنجاز هم فعلا لعيبة وجهاز الفني والجهاز الطبي لنادي الشرقية للهوكي رجال. فعلا اللعيبة دي يعني حاجة ما شاء الله، بجد نفتخر بيهم. أنا كرئيس بعثة مهما أقول لحضرتك التزامهم وانضباطهم هم كانوا سبب تحقيق البطولة والوصول إلى منصة التتويج. لعيبة الشرقية احنا كنا رايحين البطولة وأعتقد إن احنا كنا بنسبة 50% إن احنا ممكن نحققها أو ما نحققهاش، لكن التزام اللعيبة وانضباطهم والتزام الجهاز الفني والجهاز الطبي ولما وصلنا كينيا فعلا دخلنا في جوه البطولة، وفعلا التزام اللعيبة كان سبب وعامل السحر في الوصول إلى منصة التتويج. عايز أقول لحضرتك إن فريق الشرقية فريق حقق يعني 25 بطولة متتالية، ودي البطولة كانت 26، دخلوا موسوعة جينس العالمية بعد يعني تحقيقهم كأفضل فريق جماعي لعشر بطولات متتالية، وده ما حصلش على مستوى القارة لأي فريق بيلعب جماعي. يعني عايز أقول لحضرتك كمان أن الفريق هو متعود على البطولات وكانوا قد المسؤولية. صعوبة كانت بالغة جدا في أن احنا نروح البطولة، صعوبة مالية يعني في السفر. قدر يعني معالي وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي قدر يذلل العقبه، وبعض من رجال الاعمال وبعض من المحبين لفريق الشرقيه للهوكي قدروا يساعدوا النادي في ان احنا نتجاوز الازمه دي ونوصل بفريقنا لكينيا. وكنا عندنا امل كبير جدا جدا جدا، لان احنا كان بقى لنا سنتين ما بنشاركش في البطوله، كان عندنا امل كبير جدا جدا الى عوده البطل إلى عارين أفريقيا وأسياد أفريقيا وسيادة أفريقيا للعبة جماعية هي بالفعل بتتميز بها محافظة الشرقية ونادي الشرقية الرياضي. الحمد لله اللعيبة والجهاز الفني والجهاز الطبي كان على قد المسؤولية، يعني رغم الصعوبات اللي قابلتنا ورغم كان في يعني عقبات كبيرة جدا، يعني أعتقد كانت بنسبة 80% مش هنروح ولا هنشارك، لكن على كل أستاذ خالد كان لازم يدعم هذا الفريق. أنا عندي فريق بيحقق إنجازات وبطولات وليه تاريخ وسجل حافل من البطولات، طبيعي أن أنا كان واجب أن أنا أدعم الفريق في هذه المرحلة. أنا عايز أعرف السر في الفوز، إيه السر اللي تميز بيه هوكي الشرقية هذا الفريق؟ السر هو انضباط اللعيبة، انضباط لعيبة الهوكي والجهاز الفني والطبي. السر طيب وإحنا بنتكلم دخلوا في اجواء البطوله من اول وصلنا لكينيا اللعيبه رايحه ومركزه ومصره على تحقيق البطوله. اللعيبه كانوا رجاله، يعني عايز اقول لحضرتك ان انت كل اتعمل جدول في اول البطوله بشكل معين، كنا رايحين نعترض عليه، قبل ما نعترض غيروا الجدول، يعني غيروا الجدول مرتين، يعني انت رايح مركز على هتلعب، رايح على ما حضرتش اصلا قرعه بطوله، يعني ده برضو ما يعني انا عايز اقول لك العقبات اللي قابلت الفريق. ومع ذلك اللعيبه ما كانش يهمها اي حاجه، اللعيبه احنا اتفقنا من اول لحظه على اننا هناخد البطوله دي مباراه مباراه وهنركز في ماتش ايا كان مين اللي احنا هنلعبه. عايز اقول لحضرتك كمان ان احنا الفرقه الوحيده اللي تعتبر لعبت تقريبا ست دول، يعني ست دول من البطوله، البطوله كلها 12 فريق من ضمنهم سبع دول، احنا لعبنا ست دول مختلفه، يعني لعبنا غانا ولعبنا كينيا ولعبنا موزمبيق، يعني ست فرق بست بلاد مختلفة. أبطال الشرقية الحمد لله قدروا إن هم عملوا لنا البطولة في ست، يعني إنك تلعب في سبعة أيام ست أيام، يعني تريح يوم واحد فقط، ده برضه ضغط عصبي على اللعيبة، ضغط بدني على اللعيبة. صحيح تحديات كتيرة قوي يا أستاذ خالد واجهت الفريق، لكن ما شاء الله أنتوا قدها. نشكر حضرتك شكرا جزيلا، الأستاذ خالد بيومي رئيس بعثة نادي هوكي الشرقية وأمين الصندوق.